مرحبا بهزات، قلي شو بو أخوك؟ ما في شي، لا تأكل هم. اتصلت فيه كتير وما عم يرد علي بنوب. قلي شو اللي بدك تحكيه تحسين. شو صاير بهزات؟ إعدادات الكل معطلة بهالبيت. يفضل ما كتير تدقق، الوضع مثل ما قلت، مو بقيان إعدادات ظابطة لأي حدا، فلا تخليني خربط إعداداتك هلأ. يعني بدك ياني أحكي مع حشمت؟ الموضوع متعلق بفرمان. عود لشوف تحسين، عود. إذا أنا عم قلك إنه الموضوع انتهى، ليش ما عم تلف السيرة؟ وكيف انتهى يعني؟ يلا قلي إنكن ما عملتوا شي يا بهزات. ما ضل عندي شي لحتى أقوله. إذا كنت رايح لحتى تحكي مع أخي بموضوع فرمان، فأنا قلت لك اللي صاير وخلص. طيب وأمور؟ ما أنا بخير، راحت لعند دكتورة. صدقني أنا ما قدرت أفهم أبداً مين اللي عم ينضر بهالحالة هي. رح تفهم بس يوصل الضرر لعندك. بسيطة، أنا رح أقوم شوف حشمت. شو ابن عمي؟ في عندك شي طلب؟ أنا كنت هنيك، بس إذا بدك بروح. زكي، رح نلاقي يا ابن العم، رح نلاقي. عملتي مع الكل هونيك، وأكيد رح نلاقي بهالفترة. تأخرت عليك شوي أخي، لا تواخذني، بس كانت بحالة سيئة. صح ما خبرتني كتير، بس اللي فهمته من كلامها. أنا فهمت يلي بدي أفهمه من زمان يا الياس، بس الشي اللي عم تقول إنك فهمته برأيي إنك ما فهمته أبدا. كيف يعني؟ ليك الياس، أنا بحترم خصوصيتك، خصوصيتك ما بتهمني، بتهمك لألك.